السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الرابع، كيف حالكم يا مس؟ اليوم إن شاء الله سوف نبدأ بحصة مراجعة بعد ما أنهينا 3 وحدات من مادة اللغة العربية أو العربية لغوتي. اليوم إن شاء الله سوف أعمل لكم حصة مراجعة بسبب الامتحان. وضعت لكم امتحان. قبل البدء بحل ورقة الامتحان سوف أعمل مراجعة لأساسيات اللغة العربية. الكتاب كالتالي، موجود أمامك قطعة تتحدث عن ماذا؟ عن نملة سليمان عليه السلام. قصة قلت لكم تتكون من شخصيات، من زمان، من مكان، من أحداث، من حوار، تمام؟ الشخصيات التي وردت في قصة نملة سليمان اللي هي النملة وسيدنا سليمان عليه السلام والجيش القوي. الشخصيات، ركز، الشخصيات، عناصر القصة. ممكن أجيب لك من السؤال، وضحي عناصر القصة، ماذا تقولين؟ عناصر القصة يا رابع، يا أمهاتنا، مع بعض نركز كالتالي، تتكون من ماذا؟ من شخصيات. الشخصيات، الزمان، المكان، الأحداث. الشخصيات التي وردت في القصة، نركز مع بعض يا مس، مهم في الامتحان. أول إشي سيدنا سليمان عليه السلام، بعد ذلك ماذا؟ النملة، النملة، وبعدها جيش سليمان عليه السلام، النملة وصديقاتها. الزمان، حدثت ماذا؟ في زمن النبي سليمان عليه السلام. إما تقولين في زمن سليمان عليه السلام، أو تقولين في الزمن الماضي. تمام؟ طيب، أنا نملة سليمان، كنت أعيش مع جماعة النمل في جحور. طيب، ماذا تتوقعون المكان؟ اللي هو جحور، مكان جحور النمل، مكانهم، تمام؟ أين تعيش النمل؟ في جحور. طب، كان وردت مجموعة من الأحداث في قصة سيدنا سليمان عليه السلام. أنها كانت تعيش مع جماعة في النمل في جحور، المقصود في الجحور هو مكانهم. كانوا يخزنوا الطعام بأي فصل؟ أيضا في فصل الشتاء، أحسنتم. إذا كانت فترة، ما كانت تخزن الطعام في فترة الشتاء النملة وصديقاتها، ماذا قررت؟ سمعت ماذا وهي تسير مع أسراب النمل؟ سمعت صوت دب قوي ووضع أقدام كثيرة. من هم؟ هذا الجملة على ماذا تدل؟ على ماذا تدل هذه الجملة؟ على جيش سيدنا سليمان الهائل، تمام؟ لما رأت جيش سيدنا سليمان، ماذا يتكون جيش سيدنا سليمان هذا؟ مهم، من جنوده الإنس والطير والحيوانات ومخلوقات أخرى كثيرة لا يعلمها إلا
الله وحده. وكان سيدنا سليمان عليه السلام ماذا يجيد من صفات سيدنا سليمان عليه السلام؟ أنه يجيد التحدث مع ماذا؟ مع المخلوقات، ويفهم لغاتها المختلفة. إذن ما هي صفات سيدنا سليمان عليه السلام؟ أنه يجيد التحدث إلى هذه المخلوقات ويفهم لغاتها المختلفة. تمام، إذا نركز على هذا السؤال. صفات سيدنا سليمان عليه السلام. تمام، أيضا ورد في القصة مجموعة من الأساليب. تمام، المكان قلنا جحور النمل، الأحداث لأحداث القصة بتلخصيها باختصار أن هناك مجموعة من النمل كانوا يخزنون الطعام في فترة في فصل الشتاء، فسمعت دبا قويا فخافت على صديقاتها النمل، فقالت لهم اذهبا إلى هذا الجحر. فخافت من سيدنا نمل، عفوا، من سيدنا سليمان عليه السلام أن يدوس النملة ويقتلهم في رجليهما. وتفاجأت أن جيش سليمان، سيدنا سليمان كان إنس وجن وطيور وحيوانات، واضح؟ طب الآن قل، جبت لكم في الامتحان يمس نص وعليه أسئلة، نص وعليه أسئلة يا رابع. طب استخرجي الأساليب التي وردت في النص، الأساليب التي وردت في النص. الأساليب التي وردت في النص، واحد أسلوب استفهام، صح يا مس؟ اثنين وردت أسلوب نداء. ما هو أسلوب الاستفهام؟ هو الذي يتكون من أدوات الاستفهام. ما هو أسلوب النداء؟ هو الذي يتكون من أداة النداء عندما يقول يا. طب نرجع إلى النص، نرجع إلى النص. أسلوب الاستفهام التي ورد في النص هنا، وهممت بأن أسأله ما الذي يضحكك يا نبي الله من قولي. هنا، هنا أسلوب استفهام، ما هو؟ ما الذي يضحكك يا نبي الله من قولي. بدأ بأداة الاستفهام من، ما عفوا، ما الذي يضحكك يا نبي الله من قولي. هذه الجملة كاملة تكتبها أنها جملة استفهام. طب يا نبي لحالها بنكتبها أسلوب نداء. ما الذي يضحكك يا نبي الله؟ يضحكك يا نبي الله أسلوب استفهام. أسلوب نداء يا نبي أسلوب ماذا؟ نداء. إذن نص عليه أسئلة، لازم نركز على المعاني، لازم نركز على الأفكار، الفكرة عن ماذا تحدث؟ عن أسراب النبل وسيدنا سليمان. المعاني هنا مهمين جدا. طب ما معنى يجيد؟ ما معنى يجيد؟ يتقن، أحسنتم. ما معنى التفت؟ ما معنى التفت؟ انتبهت. ما معنى يدبون صوتا عاليا؟ يسيرون مصدرين أصواتا. مهم. تسحقكم، تقتلكم، وهم لا يشعرون دون قصد.
إذا ممكن هم ما يشوفوكم ويخبطوا عليكم وتموتوا، تمام؟ واضح يا مس؟ تمام. اليوم إن شاء الله سوف أقوم بشرح قاعدة همزة المد مرة أخرى. همزة المد هي عبارة يا مس عن همزة ساكنة وهمزة متحركة. ما هي همزة المد؟ أولا الكل بيعرف عن همزة المد أنها إشارتها كما تشاهدونها أمامكم. ما هي همزة المد؟ هي همز هو اجتماع همزتين متتاليتين. همزة المد اجتماع همزتين متتاليتين. الهمزة الأولى مفتوحة والهمزة الثانية ساكنة، فمندمجهم مع بعض ماذا يصبحين؟ همزة مد. ماذا يصبحون؟ همزة مد. مثال، مثال كلمة القرآن. أين همزة المد يا رابع؟ أحسنتم، ها هي عبارة عن ماذا؟ همزة مفتوحة مع همزة ساكنة. واضح؟ إذا ممكن أجيب لك حللي همزة المد أو قطعي همزة المد أو ما أصل همزة المد، هكذا تكتب همزة مفتوحة مع همزة ساكنة يا رابع. طيب كلمة أخ، كلمة أخرى، مرآة. مرآة ما أصلها؟ همزة مفتوحة مع همزة ساكنة. مرآة، أين همزة المد؟ أحسنتم، ها هي. شو أصلها؟ همزة مفتوحة مع همزة ساكنة. همزة ساكنة لا تضعين همزة فقط. واضح؟ تمام. ممكن أجيب لك سؤال هكذا، مجموعة كلمات وضعي دائرة حول الهمزة التي تحتوي على حرف مد، على همزة مد. آذار، أحسنتي. أحسن، لا، ما نوع الهمزة؟ همزة قطع. ما هي همزة القطع؟ هي الهمزة التي تأتي عليها إما تأتي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. أحسن، إن مجرورة مكسورة، أحسن مفتوحة، أحسن مضمومة، تمام. مرآة، أحسنتم، همزة مد. آذان، همزة مد. آباء، همزة مد. أهنار، همزة قطع، أحسنتم. قلت لكم همزة القطع هي الهمزة التي تكتب وتلفظ. أراد، همزة قطع هي التي تظهر عليها الهمزة. همزة المد، الآثار. إذن نستطيع أن نميز بين همزة القطع وهمزة المد. همزة المد هكذا تكتب، هكذا تكتب، وهمزة القطع هكذا تكتب. واضح؟ همزة المد كيف تكتب؟ هكذا. وهمزة القطع كيف تكتب؟ هكذا. واضح؟ تمام.
لما نيجي نكتب يا مس فقرة، عندما أكتب فقرة، الفقرة من ماذا تتكون؟ أولا يجب عليك أن تتركي فراغ في بداية الفقرة وتضع العنوان في النص، في نص السطر هكذا، تتركي فراغ في بداية الفقرة يعني تبلشي تكتبي مس من هون، واضح؟ تضعين العنوان، نترك فراغ، بعدين بنبلش بالجملة الرئيسية، بعدين نضع علامات الترقيم والأفكار الداعمة. لازم يا رابع عند كتابة فقرة، لازم يا مس نتبع عند كتابة فقرة، لازم نتبع أولا، لازم نترك فراغ في بداية السطر، العنوان أول ما تبلش، أول ما بتكتب الفقرة لازم نكتب عنوان، العنوان يأتي في نص السطر، بعد ذلك ننزل سطر آخر نترك فراغ، ثم نبدأ بماذا؟ ثم نبدأ بماذا؟ بالفقرة. الفقرة تتضمن فكرة رئيسية وبعض من الأفكار الداعمة مع مراعاة علامات الترقيم. ما هي علامات الترقيم؟ ما هي علامات الترقيم؟ علامات الترقيم متى نضع النقطة؟ في نهاية الجملة، صح؟ أقول أكلت التفاحة وانتهت، نضع نقطة، واضح؟ طب علامة التعجب عندما أقول ما أجمل السماء، ما نوع الماء هنا؟ ما التعجبية، لأنها بعدها فعل ماض والسماء مفعول به. طب متى أضع علامة الاستفهام عند السؤال؟ عندما أقول كيف حالك، أنا عم بسأل، ماذا أضع؟ علامة سؤال، أو ما اسمك، علامة ماذا؟ استفهام. تمام. طب متى أضع النقطتان الرئيسيتان بعد فعل قال؟ تمام يا رابع، مطلوب منك فقط هكذا علامات. طيب محاكاة أسلوب التعجب، كيف تميزين بين ما التعجبية وما النافية؟ ما التعجبية تنتهي بماذا؟ بعلامة تعجب، أحسنتم. ما النافية تنتهي بماذا؟ بنقطة. ما الاستفهامية تنتهي بعلامة استفهام. تمام؟ ما التعجب ماذا تنتهي بعلامة تعجب؟ ما النافي لما أنفي الجملة بنقطة، ما الاستفهام لما أجي أسهل بعلامة سؤال. ما حرقت النار إبراهيم عليه السلام، بنفي إنه النار ما حرقت سيدنا إبراهيم عليه السلام، وانتبهي على النقطة. إذن هذه الماء ماذا تسمى؟ ما النافية، واضح؟ ما تعجب عندما أقول ما أجمل قصص القرآن، ما أجمل قصص القرآن، هذه الماء ماذا تسمى؟ ماء التعجبية، واضح؟ ما معجزات سيدنا سليمان؟ ما الاستفهامية لأني عم بسأل، كونها ما الاستفهامية بماذا انتهت؟ بعلامة استفهام. ما أعدل سليمان الحكيم؟ ما أعدل سليمان الحكيم، أنا عم بتعجب. إذن هنا الماء ماذا تسمى؟ ماء التعجبية،
تمام، وانتهت بماذا؟ بعلامة تعجب. ما اسم والد سيدنا إبراهيم؟ هذه الما ماذا تسمى؟ ما الاستفهامية، أنا عم بسأل. ما داس جنود سليمان النبل؟ بنفي، ما النافية. بماذا انتهت ما النافية؟ بنقطة، تمام. هنا ما الاستفهامية؟ لأنها انتهت بعلامة ماذا؟ سؤال، تمام. ممتاز. طب دعونا مع بعض نضع علامات الترقيم. هذا السؤال مهم. ما أصغر النملة؟ هل هنا هذه الما حلينك ياها ما تعجبية؟ طب عندما أقول ما أكثر نعم الله، أنا عم بتعجب، إذا ماذا أضع؟ علامة تعجب، ودائما صيغة التعجب تأتي على وزن ما أفعله، تمام. ما أكثر، ما أجمل، ما أحلى، ما أنظف. ما عبد سيدنا إبراهيم الأصنام؟ هنا عم بنفي يا مس، لما أنفي بحط نقطة. كيف عرفت إني بنفي؟ لأنه بعد ما أتى فعل، عم بنفي إنه سيدنا إبراهيم ما عبد الأصنام، تمام. عبد سيدنا إبراهيم الأصنام، عبد فعل، سيدنا فاعل، والأصنام مفعول به. هذه الما تسمى ما النافي، أنا عم بنفي. ما أول سورة نزلت في القرآن الكريم؟ هون عم بسأل، ما الاستفهامية؟ والدليل على أني بسأل أتى وراها اسم، تمام. أمامك مجموعة من التدريبات، برضو هذا مهم السؤال. عندما أقول تعجبي فقط، بدي أحل مثال واحد فقط. طول الزرافة ماذا أقول؟ ما أطول، على صيغة ما أفعل. الزرافة ماذا أضع علامة؟ أحسنتم، علامة تعجب. ننتبه، ما التعجبية الفعل مفتوح، والمفعول به أيضا مفتوح. ما أضخم الفيلة، واضح؟ طيب هاي الوحدة الأولى أنهيناها. الوحدة الثانية نص بتحدث عن هوايته ماذا؟ أقرأ بطلاقة وفهم. أيضا يتحدث عن دمية الشمس والمعلمة والذي اكتشفت هواية هذه الطالب عندما قالت هربت هوايتي. قالت لها إذا أحضريها إلي، هوايتك الذي هربت أحضريها ثاني يوم. أحضرتها وكانت هوايتها صناعة ماذا؟ اللعب بدمية القش. طب أسلوب استفهام، قلت لكم عن أسلوب الاستفهام. الآن إن شاء الله سوف نركز يا رابع، كيف نميز بين التاء المربوطة والتاء، كيف نميز بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة؟ دائما يا مس، كيف بدك تميزي بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة؟ كلاهما يأتيان في آخر الكلمة. عندما أقول مدرسة خرجت تفاحة، طيب أمامك مجموعة من الكلمات تنتهي بماذا؟ بالتاء. هنا ما اسمها تاء مربوطة، هنا ما اسمها تاء مفتوحة، هنا ما اسمها تاء مربوطة. أحسنتم. طيب التاء هنا تاء مربوطة، لماذا كتبتها تاء مربوطة؟ كيف نميز يا أمهات بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة في حالة التسكين؟ شو يعني التسكين؟ يعني بتوقفي على الحرف الأخير. إذا لفظتي إت تكتبي تاء مفتوحة، وإذا لم يلفظ إت تكتبي تاء مربوطة. مثلا كلمة مدرسة، مدرسة ما حركت الحرف الأخير، هل لفظت إت؟ لا، إذا شو بكتبه؟ تاء مربوطة. طب خرجت، تاء
ما لفظته تاء ساكنة، إذا بكتبه تاء مربو مفتوحة عفوا. طب تفاحة أم تفاحة؟ ما لفظتها تفاحة، إذا بكتبها ماذا؟ تاء مربوطة وليست تاء مفتوحة. إذا لم تلفظ التاء فبنكتبها تاء مربوطة. هنا لفظت التاء بنكتبها تاء مفتوحة، هنا لم تلفظ فكتبناها تاء ماذا؟ مربوطة. واضح؟ جدا سهل. فقط إذا لفظتي إت بتكتبيها تاء مفتوحة في حالة التسكين، شرط أن يكون في حالة التسكين، يعني الوقوف عليها وقوف تام. في حالة الوقوف إذا إذا لفظتيها إت بتكتبيها إت، وإذا لفظتيها إيه بتكتبيها ماذا؟ إيه. تمام؟ تمام يا مس؟ تمام. نرجع نحل تدريبات. تمام، نرجع إلى الكتاب. الألعاب الذهنية متنوعة، أمامك كلمتين، الكلمة الأولى الذهنية والكلمة الثانية متنوعة. بماذا انتهت؟ بتاء مربوطة. لماذا؟ لأنها عند الوقوف عليها ماذا لفظتها؟ ذهنية متنوعة. إذا بكتبها تاء لأني ما لفظتها إت. الرياضيات، الرياضيات لفظتها إت بكتبها إت. وألعاب اللغة ما لفظتها؟ اللغة ما لفظتها إت بكتبها تاء مربوطة. اللغوية، اللغوية ما لفظتها إت بكتبها تاء مربوطة. الكلمات بكتبها تاء مفتوحة. المتقاطعة ما لفظتها؟ إذا بكتبها ماذا؟ تاء مربوطة. مفردات، مفردات كتبت لفظتها إت فكتبتها إت. تمام؟ كثيرة، كثيرة ما لفظتها إت معناته بكتبها تاء مربوطة. مفيدة بكتبها تاء مربوطة. أوقات بكتبها تاء مفتوحة لأني لفظتها ماذا؟ تاء إت، لأني لفظتها إت. تمام؟ تمام يا مس؟ تمام. واضح، واضح. تمام. كيف نكتب فقرة؟ لازم جملة رئيسية. طب اليوم إن شاء الله سوف نركز على الجملة الفعلية. هلأ يا رابع بدنا نتعرف على أنواع الجمل في اللغة العربية. أنواع الجمل. عندنا مس جملة فعلية وجملة اسمية. تمام. جملة فعلية وجملة اسمية. ما هي الجملة الفعلية؟ أنواع الجمل، جملة فعلية وجملة اسمية، وأيضا في شبه جملة بس مش مطلوبين منها أنتم يا رابع. الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل. ما هو الفعل؟ هو كل حدث مقترن بزمن. الجملة الفعلية تبدأ بفعل. عندما أقول حرث الفلاح الأرض، هل حرث فعل أم اسم؟ أحسنتم، فعل. حرث بماذا؟ فعل، لأنه حدث، عمل قام فيه في الزمن الماضي، معناته فعل. عندما أقول الفلاح
نشيط يا رابع. بدأت الجملة بماذا؟ باسم. أين الاسم؟ الفلاح. إذن الفلاح مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة على آخره. تمام؟ واضح؟ طب أعطيك من مجموعة من أنواع من الجمل وإنتي يا مس تحددي لي هل جملة فعلية أم جملة اسمية. المعلمة جميلة. دخل الطلاب الصف. التفاحة لذيذة. تمام؟ الجملة هنا بدأت بالمعلمة. المعلمة اسم ولا فعل؟ أحسنتم يا رابع، اسم، لأنها بدأت بال التعريف، دلت على اسم معلمة. إذا كونها اسم بدأت باسم معناته شو مالها؟ جملة مالها؟ اسمية. أحسنتم، جملة مالها اسمية. دخل الطلاب الصف. بدأت الجملة بماذا؟ بدخل. دخلها الفعل ولا اسم؟ أحسنتم، فعل. إذا جملة فعلية. التفاحة لذيذة. التفاحة لذيذة، ما نوع الجملة هنا؟ اسمية. أحسنتم، لماذا قلنا أنها جملة اسمية؟ لأنها بدأت بالاسم والاسم تفاحة، إذا جملة اسمية. واضح يا رابع كيف نحدد بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية؟ راجعوا حصص التأسيس إن شاء الله راح تستفيدوا. الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل، الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم. من علامات الاسم يا رابع بس لازم تعرفي التنوين، يعني إذا أي كلمة عليها تنوين تعرفي إنها اسم. أي كلمة عليها بدأت بقل التعريف بدك تعرفي إنها اسم. فقط تطلع على بداية الجملة، على بداية الجملة نركز. طيب يا رابع، هيك بنكون إن شاء الله أنهينا شرح قواعد الامتحان، شرح الفقرة والقواعد والأشياء المهمة، ويعطيكم ألف عافية.